عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين. جيت ناخذ شويه ديال النعناع في الاورطه، لا كاين فهاد هنا غارسين الخضره وغارسين النعناع، كاع الخضره غارسين هنا. المهم يلا ديروا معايا واحد الدوره هنايا، واخا باقي ما كاين. المهم حيت دابا يلا دخل وقت الربيع، هانتوما كتشوفوا الشجر هذا راه كله ديسير تبارك الله، يلا بدا كيخرج ديك الوريقه ديالهم. يلا معايا نوريكم ان شاء الله، راه تمني غيوجد هاد الديسير هذا، انا كنصايب منه كوفيتير نوريكم ان شاء الله. غير تبعوا تشاركوا معايا في القناه اللي باقي ما تشارك، وتبعوا معايا الفيديوهات ديالي. هذا ديال الخوخ، كاين شي خوخ عندهم حلو بحال السكر، حلو تبارك الله، واخا ما كنديرش فيه ما كنكثرش فيه السكر، فمني كنصايب الكوفيتير كيجي بحال اللي دايره فيه، بحال اللي دايره فيه السكر اكثر من الخوخ. هاجي نوريكم، ها هي هذا عاوتاني الوريقه ديالهم. يلا كي ها انتم شفتوا وقت الربيع دابا، زيد قرب هنا وقت الربيع يلا وريقات كيخرجوه. وهنا في هاد الجهه هادي باقي غندير لكم فيديو، وري وري ليه هنا، هنا تيكون الغزال في هاد الجهه اللي هنايا، تيكون الغزال ان شاء الله شي خطره غنطلع مره كنطلع كندير التفاح وندير لكم فيديو ونوري لكم الغزال. كيكونوا سته الغزال ولا سبعه، سته يمكن ولا سبعه. هادي تشوفوا معايا هنا الجو كي داير، هذا تا هو خوخ هنا النويره يلا بدات كتاه، هانتوما كتشوفوا يلا بدات النواره باقي ان شاء الله حتى الصيف عاد كيوجد هذا بالحكم باش يلا اجي نشوف هنايا. هو لا باقي ما نغيب، باقي صغير يلا بدا كينوض كيسحبني ناض. بغيت ناخذ شويه النعناع، بغيت نعمر واحد البراد ديال اتاي بالنعناع. هنا كاينه شلاضه كتشوفوا بلاتي، هذه شلاضه بلاتي باش ما نفخش، هنا شلاضه يلا غارسينها. وهنايا بلات اجي هنا الكراس، هذا الكراس، وهذه الثومه، هذه الثومه، هذه الثومه لا البصله، هذه هذه البصله، هذه حتى هنا شلاضه، هنا هادشي كلشي شلاضه. اللي كيشوف اللي اول مره كيشوف القناه ديالي يتشارك معايا في القناه باش يبقى وصول جديد، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا اللايك وتشجعوني باش نبقى ندير لكم بحال هاد الفيديوهات. هنايا ما المهم هنايا باقي يلا غرسوا باش هذا هنا الفريز بلاتي 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 هادشي راه كيدير. المهم هنا غتكون مطيشه ان شاء الله، هنا غيديروا مطيشه كيديروها كل عام، هنايا كيديروا مطيشه كيغرسوها كل عام، ومني غتوجد ان شاء الله مطيشه غنوريكم كيفاش كنصايبها. كنصايبها كتبقى مده ديال عامين كل سنين ما كتخسر حتى حاجه. مطيشه ديال العام الاخر راه باقا كاينه عندهم، باقا كاينه باقا ما كملات، ان شاء الله مني غتنوض هذه وغتكبر غنوريكم كيفاش كنصايب مطيشه، وغنوريكم كيفاش كنرقد الخضره كتبقى العام كله ما كتخسرش، وكيفاش كن اجي دابا هنا النعناع جيت ناخذ النعناع جيت ناخذ النعناع ما لقيتوش وبغيت ناخذ شويه البيض، الا لقيت شي بيض يلا معايا نوريكم فين كاين الدجاج وناخذ البيض ان شاء الله. ملي غتوجد هاد الخضره كلها غنوريكم كيفاش كنصايبها. يلا بداو هنا كيحرتو باقي ما غرسوا شحال من حاجه، ملي غادي يغرسوا هاد ملي يغرسوا مطيشه والخضره وديك الشيء وغتكبر ان شاء الله، راه انا اللي كنصايبه غنوريكم كيفاش كنصايبه. يلا معايا ناخذ شويه ديال البيض ونوريكم هذا المنظر، هنا منظر زوين. ولا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات خليهم لي في التعليق ان شاء الله غنديروا لكم. ملي نجي بحال هكا نبغي ناخذ شي حاجه راه كيكون حتى الخيار، كتكون القرعه، كتكون ديك القرعه السلاويه. نوريكم ديك الورد ديال القرعه اللي حنا كنرميو في المغرب، ديك القرعه السلاويه اللي كنديروها في الكسكسو بحال هكا في المغرب راه كيرميوهم، لا هنا ما كنرميوهمش، انا نوريكم ملي غتوجد القرعه
غادي نوريكم ديك الورد، ديك الورد ديال القرعه اللي تيكون لاصق في القرعه، غنوريكم كيفاش اش كنخرج منه واش كنصايب منه. وكيتباع غالي هذاك الوردات ديال القرعه. يلا زيد هنايا، هنا حتى هنا راه كاين الديسير، فالديسير هنا كنصايبو كوفيتير ملي كيكون موجود، راه كنصايبو كوفيتير. هنا الديسير ديال العام الاخر، الكوفيتير ديال العام الاخر اللي صايبت باقي كاين، صايب ديال البرقوق وصايب ديال صايب ديال البرقوق وصايب ديال هذا ديال الكرموس، ديال الكرموس، ديال الكرموس صايبته بلا سكر، صحاب ما درتش فيه السكر، صحاب المايه السكر اللي ما كياكلش الحلاوه درته بلا سكر، كنت صايبته حتى لامي واحد العام كانت جات عندي وصايبته ليها جوج قراعي. اجيو معايا دابا ناخذوا شي بيضات لقيناهم. يلا دابا راه دابا راه الربيع، دابا يلا بدا بدا الزق يدير الطوار. عندك كاين قبني الفروج تبارك الله. يلا عندك طيح غير بشويه، راه واحد الخطره جيت طايحه واحد الخطره جيت طايحه، سدي ما بلا يدخلوا الا يخرجوا برا. هذا الفروج، هذا هاد الفروج غادي شي قصريه ديال الرفيسه. هاد ايوا ما قيت لا بيض لا نعناع. يلا شو راه يمكن كيحيدو كيديرو كيديرو في واحد البيكيت كيديرو فين كيديرو ديك العلف ديال فين كيديرو الماكله ديال الدجاج. ايوا زيد يلا انتوما معايا بلاتي سدي. قرب 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 قرب، ها هم ها البيضات. ها يلا هذا رزقي. يلا ما قيناش النعناع، حنا حنا خدينا الدوبل. علاش جيت بغيت ناخذ البيض، جيت خديت البيض هذا فريسكو بلدي باش غنصايب لكم واحد واحد الطورطه طاليانيه سميتها كروستاتا بالكريمه، وكتبغي الكريمه كريمه باتيسير، والكريمه باتيسير كتبغي البيض يكون فريسكو يكون طري. داكشي علاش جيت جبت البيض. وتبع معايا واحد الفيديو الحلقه الجايه ان شاء الله غندير لكم الفيديو ديال كروستاتا بالكريمه باتيسير، كتجي زوينه كتجي فنه اكثر يلا كان البيض، الا كان البيض بلدي وكان البيض فريسكو. هذا والمهم ها البيضات قيناهم واخا النعناع ما قيناش، المهم نديو بعدا البيضات. المره الجايه النعناع غيكون كبر. انتما كتشوفوا شحال الشجر بلاتي، هاد الشجر كله راه ديال الديسير، كل ها بلاتي هذاك العنب اللي كاين لهي، كاين العنب وكاين الكيوي وكاين الخوخ البلدي وكاين البرقوق وكاين كرموس، كاين تبارك الله شحال من، كاين التفاح كاين البعويد. العنب كاين تما، كاين العنب تما. والمهم هو هذا. يلا بالسلام عليكم، السلام عليكم بلاتي، باش حيت الصداع شويه كاين البرد هنا.
ها البيضات هما خديتهم، غنمشي ان شاء الله باش نوجد الكروستاتا بالكريم باتيسير. وتبعوا معايا الفيديو الجاي ديال الكروستاتا، راه تكون واحد الكروستاتا زوينه كنصايبها. وتابو او اللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وديروا لايك، شجعوني، ولا عجبكم حال الفيديوهات نبقاو نديرو لكم. والسلام عليكم.